مرحبا بكم معنا في هذه المواجهة المرتقبة، مباراة تلعب في ليلة باردة جدا، وأيضا توقعات تشير إلى سقوط أمطار لاحقا ربما في هذه المباراة. على كل حال الجماهير جاءت لتساند على الرغم من صعوبة الأجواء، جاءت لتشجع على الرغم من ربما سقوط الأمطار بعد ذلك. نتمنى أن لا يؤثر هذا الجو الصعب على مردود الفريقين. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء، جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. And this is now today's lineup. Number one, Allison. Number 32, Matip. Number 3, Kimpembe. Number 66, Alexander Arnold. والآن مع انطلاقة المباراة خوان بيرنات، نيمار يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. برونو فرنانديز يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخاص كريستيانو رونالدو. تصدي غير عادي من حارس المرمى، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. فرنانديز يلعبها قصيرة. كيم بيمبي ينطلق على الجهة اليمنى، هل ينجح المدافعين في إيقافه؟ هذه فرصة خطيرة، سننتظر. قراءة ممتازة من الدفاع. ينجح الحارس في صد الكرة وإبعاد الخطورة، يرسلها إلى منطقة الجزاء. الآن إمكانية المرتدة. كريستيانو رونالدو. باريدس يلعبها على اليمين. يحاول تمريرها من بين المدافعين. كيم بيمبي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. كارلوس سولير تلعب الكرة إلى الأمام. ماتيب محمد صلاح، كرة طولية في المساحة الخالية. كريستيانو رونالدو يحاول بكرة من ناحية الركنية. برونو فرنانديز إلى خارج المرمى. خوان بيرنات تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. أرنولد كرة طويلة للأمام. روبن دياز وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يتدخل ويقطع الكرة. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. فرنانديز ينطلق إلى الأمام بسرعة. كرة طولية من الحارس.
أرنولد. كيليان مبابي. أندرسون. حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات. محمد صلاح كرة في الشباك. ركنية رائعة ورأسية في غاية الجمال. تغيير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. أرنولد يحصل على الكرة بشكل جميل، يحاول أن يلعب كرة بينية. برونو فرنانديز، برناردو سيلفا. الهدف جاء في نهاية الشوط الأول، هدف مقابل لا شيء الآن. تمريرة قوية أكثر من اللازم. أرنولد. There will be one minute added time. كرة طولية إلى الأمام وتعود الكرة إلى حارس المرمى. بهذه الوضعية الآن بانطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. رضا تام على ما قدموه في الشوط الأول على مستوى الأداء والنتيجة. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. هدف يبعثر أوراق المجموعة. روبن دياز. تغيير اتجاه اللعب على اليمين. مبابي. كارلوس سولير. يمر ويلعب محمد صلاح. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. رونالدو يلعب كرة بينية. كرة تصل اللاعب. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. كارلوس سولير. لمسة بينية. بابي. والكرة في الشباك. جول. كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. هدفين مقابل لا شيء. تقدم بهدفين يعني انهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون اداء مبهرا في مباراه اليوم. The attendance for this match was 71,898. يبحث عن المهاجم محمد صلاح. تاغليافيكو يبحث عن لاعب في المنطقه الاماميه. يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. كيم بيمبي. كرة إلى الأمام. كارلوس سولير. محمد صلاح. يلعب رمية التماس. فويث. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تدرج جميل بالكرة لكن بدون فعالية حقيقية. برونو فرنانديز يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ضغط يستمر، تحولت بعد ذلك إلى ركنية، فرصة قد تكون مهمة الآن. ركنية قصيرة. برونو فرنانديز. برونو فرنانديز.
كانت مراوغة رائعة جدا وفرصة كبيرة. برونو فرنانديز بالتأكيد أنه يندب حظه على ضياع هذه الكرة، لقد قام بعمل كبير لكنه لم يكتمل. محمد صلاح يحاول أن يلعب كرة بينية، تحكم مذهل بالكرة، محاولة تمرير كرة وعرضية، دفاع رائع جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. باريدس يلعبها طويلة، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. نيمار يمر يلعب كرة بينية، تمريرة واحدة من كارلوس سولير، يحاول لعب الكرة العرضية إلى محمد صلاح. لعبة جميلة، تسديدة أجمل، كرة كانت على المرمى، إمكانية مرتدة الآن. أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. يلعب كرة على اليسار، فرصة مهمة للعب الكرة العرضية، وتنطلق الصافرة وهكذا تنتهي المباراة. لقد فعلوها، حققوا فوزا عظيما اليوم، فعلوا كل ما يمكن لتأكيد الفوز. جمهورهم اليوم عليه أن يحتفل حتى الصباح. يا إلهي.